شهدت مدينة عدن الأربعاء الماضي المسابقة الثقافية التي أقيمت في كلية المجتمع بعنوان شغف، مشاركة الكثير من المبدعين في مجال الأدب، والتي تأتي بهدف تشجيع الكوادر الشبابية المبدعة ونشر المزيد من الثقافة والإبداع. حفل ثقافي شهدته كلية المجتمع بمدينة عدن في بادرة هي الأولى لم تشهده الكلية من قبل. الحفل الختامي هذا لمسابقة ثقافية أقيمت في كلية المجتمع بين جميع الأقسام من أجل نشر الثقافة والوعي بين الطلاب، ففاز فريق المحاسبة، وهذا اليوم حفل تكريمي بيضم الفقرات كثيرة منها غناء وما إلى ذلك، وتكريم إن شاء الله للفائزين. دعم الطلاب معنويا في البداية، ومن الآخر نقدر نقول أنه توعيتهم وعمل الكثير من البرامج لدعم الطلاب، لأنه أغلب الطلاب عندهم الكفاءة وعندهم الإمكانيات، ولكن ليس هناك جرأة وثقة في النفس، يعني تخوف كثير، لكن يجب علينا أن احنا نكون معهم وندعمهم بأكثر من برنامج من أجل نحفزهم شوية. فعاليات ثقافية تمثل حافزا لمهارات الطلاب وصقلا لمواهبهم وانتقالا من الأدب إلى العلم التطبيقي، وبصوت يغسل نفوس الأنفس إلى صوت الطرب فتليها المتعة. مسابقة شغف أقامتها مبادرة شباب التفوق في كلية المجتمع جامعة عقدن، حقيقة كان الشباب متحمسين جدا وجمعنا الأفكار، حبينا أن نغير ولو شوية من طابع الكلية ونركز الاهتمام على القراءة، لأنه نحن أمة اقرأ، ولكن الطلاب أو أغلب الآن الطلاب ما يقرؤوش أو ما يتجهوش نحو العلم والقراءة، فالقراءة هي أساس كل شيء. بهذه المناسبة استغل أكاديمي كلية المجتمع تواجد قناة السعادة لتوجيه رسالة إلى رئاسة الوزراء ووزير التعليم العالي من أجل اعتماد شهادة البكالوريوس لطلاب الملتيميديا للعام القادم 2019. طبعا بالنسبة لرسالة أوجهها للمسؤولين وزير التعليم التقني والفني أن يبدي كل اهتمامه بالجانب الطلابي من حيث المساعدات المادية للطلاب، دعمهم في مجالات الأنشطة، وكذلك اعتماد مساق البكالوريوس للطلاب، لأن الآن الطلاب يواجهوا صعوبات عندما يروحوا يقدموا أي مرفق يشوا فرص العمل، يواجهوا أنه يقول لهم أن الشهادة مش معتمدة. طب كيف الشهادة مش معتمدة وهي مصرح فيها من الجهة المرخصة؟ طبعا نطالب الوزير بأنه يعيد النظر في مسألة الهيكل البنية التحتية لكلية المجتمع. كليتنا تعاني من الداء شيئا فشيئا بسبب هذه الأمور، لكن الآن عندما نخلق في الطالب الأمل والطموح لمستقبل أفضل، هو طبيعي أن يخلق جو في الكلية وأن يعمل على بناء وإعادة هذه الكلية تأهيلها بشكل مطلوب، لأن هذه الكلية لو أهلت تأهيل حقيقي سترفد السوق والمجتمع بالكوادر المؤهلة المدربة التي لا تذهب للتسول أو للبطالة أو للأعمال التخريبية، سيذهب لكسب عيشه بطرق مشروعة. أنا عندي ثقة أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ستبذل المجهود الكافي، وأنا بصفتي أعد أبناء الطلاب وبنات الطالبات أن أتقدم بالمذكرة هذه في خلال اليومين، لا أقول أسبوع، إلى الوزارة للمطالبة بإعادة البكالوريوس كما كان، إنما الآن يكون بصورة رسمية وموافق عليه من الجهات المختصة. يأمل الجميع أن يصبح جيل اليوم طوبا يبنى به جدار صلب في سبيل خدمة ومستقبل الوطن، ونسأل الله أن تكون التقاءات الفرح جزءا من بدايات لبناء وطن جميل.